سيارة هادي كل سبت الساعة 5 بعد الظهر بتوقيت بيروت، وبإعادة الأحد بنفس التوقيت معي أنا هادي الخطيب على راديو تموز. بلبنان بهمهم كتير قبل ما يشتروا السيارة تكون بعدها بوية الشركة، لأن بنعرف إنه بوية الشركة بتحافظ على وهرة السيارة وأصالتها، وأكيد كل ما تكون السيارة بوية الشركة كل ما تكون بيعة أسهل وبيهتموا فيها الناس أكتر. وتنحافظ على هالبوية أكيد نعرف إنه لازم ما نستخدم نحن عم نغسلها مواد تبع غسيل الصحون والملابس، لأنه بتعمل على إزالة طبقة الشمع، ولازم ما نلجأ لكحت إذا في اسمنت على السيارة ما لازم نكحتون بإيدنا أم بشي مثل كتر، لازم بالمي القوية نضغطون بيروحوا، وما لازم نركن السيارة تحت أشعة الشمس لأنه عبر الأيام بتلاقوا باخد بوت السيارة، وإذا في فضلات على السيارة فضلات طيور لازم نقيمها لأنه فيها مواد مثل الحمضية أسيد يعني بيأثروا على البوية، وما لازم نصف السيارة مثل حسب انت تحت مزراب لانه اذا كل وقت مي عم تنقط عليها بتلاقوا بلش في تكون صدي، وما لازم تستعملوا طبقات حمايه مجهوله المصدر لان بعد مرور الوقت هذا بيقل تلف الدهان، ولازم اكيد دائما تلمعوا السياره ولازم تحطوا لها من طبقه شمع لانه اكيد هالشي بيحافظ على الدهان الاصلي، وما تستعملوا ستيكرز اذا كثير تستعملوا ستيكرز واذا حجمه كبير تلاقوا انه في مثل صار مطر ما انتو ستيكرز لون السيارة التاني لون، هي بيؤدي كمان لتلف بالدهان، ولازم دائما انتو عم تدهنوا السيارة اذا في مثل ضربة استعملوا معجونة تكون اصلية نوعية كتير منيحة، واكيد استعملوا دهان منيح وما تسترخصوا لان هالشي بعدين تكسبوه. وشكرا، كان معكم هادي الخطيب من جراج مروان برمانة، المزيد من معلومات الاتصال على 718-488-654. سيارة هادي كل سبت الساعة 5 بعد الظهر بتوقيت بيروت، وبإعادة الأحد بنفس التوقيت معي أنا هادي الخطيب على راديو تموز.